بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدين قناة الإمام الحسين الفضائية، ما زلنا متواصلين في هذه التغطية لتغطية مواكب أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء المقدسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو تقدم لنا تعزية بذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمي وباسم خدام موكب مواساة الزهراء نعزي صاحب العصر والزمان سيدنا ومولانا ومقتدانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعزي الأمة الإسلامية ونعزي الإنسانية جمعاء، وكذلك نعزي المراجع العظام ونعزي جميع الشعوب المظلومة. هنا انتم يعني تجون كربلاء؟ احنا هنا احنا جينا استباقي، جينا قبل 10 ايام حضرنا الموكب، وهسه نقدم احنا الطعام الريوق والغداء والعشاء، وعندنا مبيت للنساء مبيت للرجال، يعني واحنا مستمرين بالخدمه على مدار اليوم كامل، مدار 24 ساعه. ما شاء الله، الله يستر عليك. الله يوفقكم ان شاء الله. اخ ابو علي هنا، ابو علي السلام عليكم. عليكم السلام. ابو علي قبل كم يوم انت هنا جيت الموكب؟ انا قبل اسبوع حوالي. حوالي اسبوع. شنو هنا انت تخدم بالموكب؟ اخدم بالموكب على تقديم الاكل، نساعد تعبانين، عندنا مبيت، عندنا اشياء هوايه يعني نقدم للزائرين. زين ابو علي، وجبات الاكل اللي تقدموها للزائرين ريوق والغداء والعشاء، شلون تكون وجباتكم يعني يوميه؟ نوع من الاكل او شنو يعني اكلكم؟ اليوم 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 الغداء صار سمك، امس يعني تشريب لحم، يعني كل شيء نقدم للزائر، شنو يريده شنو اللي يحبه نقدم للزائر. يلا الاخ، هنا المبيت عندكم، هنا المبيت شلون يكون؟ مبيت عندنا للنساء وللرجال، طبعا النساء معزوله عن الرجال، والمبيت عندنا اعتيادي، عندنا وسائل تدفئة، بطانيات وصوبات موجودة، وفرش عندنا، ولله الحمد، نسأل الله القبول إن شاء الله لكم ولنا. الحمد لله والشكر. مشكورين. الله يحفظكم إن شاء الله. عظم الله أجركم، عظم الله أجركم. الله يطول عمرك. عظم الله أجرك غاتر. عظم الله أجركم. أعزائنا مشاهدين قناة الإمام الحسين الفضائية، ما زلنا متواصلين في هذه التغطية، أبقوا معنا. وانا بحبك اريد ان ارتقي صرح المعالي. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي الامام الحجة ومراجعنا العظام والعالم الاسلامي بمناسبة ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين وذكرى اربعينية الامام الحسين. احنا من اهالي بغداد موكب هيئة ام البنين بغداد حي الامين الثانية. قبل سابقا كانت تقتصر خدمتنا على خدمة الزائرين وبطريقة مختصرة، الآن طورنا هذه الخدمة، قمنا على خدمة الزائرين الكرام وخدمة المواكب اللي تقوم بخدمة الزائرين الكرام من خلال إنتاج الصمون وفرن متنقل سوينا، من خلال إنتاج الصمون مقدار أو معدل يومية 10,000 إلى 11,000 صمونة باليوم، فنجهز أكثر من 14 إلى 15 نوبة، نوبات تتراوح العدد يضاعف إلى 18 موكب نجهزهم بالصمون الحار. ابو فاطمه، ايش قد يعني بعد سقوط النظام الى يعني هاي المواسم اللي مرت علينا، مواسم 40 الامام الحسين عليه السلام، نعم. انتم مستمرين من زمن سقوط النظام لحد الان؟ نعم، من 2005 ولحد الان. من 2005؟ نعم الآن. نعم. زين، الكثير من المواكب نرى يعني في الشوارع، نعم. هاي المواكب كلها انتم تمولوها صمون؟ لو يعني العدد اللي عندكم، عندكم عدد محدود؟ لا اخو، اكو طاقه يعني انتاجيه، وبالتالي احنا وفق طاقتنا الانتاجيه احنا نتمنى نخدم كل المواكب اللي موجوده ضمن منطقتنا ضمن الحيز مالنا، لكن احنا على طاقتنا مثل ما تعرف الاخوه كلهم موظفين وتعلموا قضيه العجين والصمون والشوي، اي اي، فبالتالي بالتدريج عرفوا الشغله شلون وقاموا ينتجون هذه القضيه. ما شاء الله. اي نعم. ابو فاطمه، كم يعني عدد الطحين اللي تصرفون يوميا؟ يعني اكياس طحين وعبر يعني انتم شنو الطحين اللي دا يجيكم؟ يعني تبرعات او انتم اهل المنطقه اللي مسوين هالامكانيه هاي؟ نعم، احنا مسوين تبرعات بيناتنا اصحاب الموكب، فبالتالي نجيب طحين نقصه من هناك ونجيب نحمله ويانا ونوزع الصمون مجانا للمواكب كربلاء. مجانا؟ اي نعم، ما عندنا وقت محدود، ما عندنا طاقه محدوده، ما عندنا انتاج محدود. نشتغل مستمرين من الساعه 3 الصبح
الى ما لا نهايه. وين ما نوصل احنا على تعبنا نقعد نرتاح. قبل كم يوم تدخلون كربلاء؟ قبل الأربعين؟ صار لنا 14 يوم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تقدمون أكيل، وجبة أكيل، عندكم منام، مبيت للزائرين؟ لا الحمد لله وشكر، خدمتنا متنوعة، شاي، حليب، نسكافية، قهوة، بخصوص الأكل ثلاث وجبات مستمرة، أنواع الحلويات، زنود السيت، زلافية، بسبوسة، بقلاوة، الحمد لله شكر. بالأوقات المتفاوتة أو وقت العصر أو وقت الضحى، يعني هم عندكم فد وجبات أكل أو فواكه تقدموها للزائرين؟ أي عندنا حليب وكعك نقدم، عندنا حلويات الأوقات العصرية نقدمها، الوجبات الأكل عندنا مستمرة ما منقطعة. يبدي الريوق من الساعة بالثنتين لحد الساعة بثمانية الصبح، ويبدي الغداء من الساعة بالتسعة لحد الساعة بالوحدة، والنوب يبدي ايش وقت راح نسوي العشاء من وراء الصلاة لحد الساعة بالوحدة، قبل الوحدة خلص عشاء. شلون يكون جدول عملكم للأكل، الريوق، الغداء، العشاء للزائرين؟ عندكم مجدول لو يعني قبل الطبخون تقررون شنو راح تسوون؟ لا من بغداد، من وين؟ من هنا احنا مقسمين جدول مالتنا مال الأكل الحمد لله. نصبنا قبل 15 يوم ما شاء الله، نبلش قبل 10 ايام. تبلش قبل 10 ايام؟ الحمد لله شكرا ما شاء الله، مأجورين. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا مشاهدين قناة الإمام الحسين فضائي، أهلا وسهلا بكم، ما زلنا متواصلين في هذه الجولة، والآن نلتقي بأحد الخدام. السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي. موقف خدام أهالي، موقف خدام البقيع أهالي بغداد الجديدة، إحنا هنا وياهم خدمة، هم من بغداد الجديدة وإحنا نخدم الزوار. هاي حلويات، شاي، كل شيء الحمد لله والشكر، عشاء يومية، كباب، الحمد لله والشكر يعني. ما شاء الله. الحمد لله والشكر. يعني كم يوم موكبكم يكون هنا موجود يعني؟ يعني صار الموكب تقريبا سبعة أيام قبل الزيارة. سبعة أيام قبل الزيارة. ما شاء الله. الحمد لله يعني والشكر. أنتم أكو بعض المواكب يبقون يعني قبل يعني من تخلص الأربعين. نعم. يعني يوم 20. بعض المواكب الشيل أكثرها الشيل، أنتم تبقون يوم 21 22 تبقى الزائرين لو هم تشيلون؟ حسب زوار، اذا اكو زوار احنا نظل هماتين مستمرين ويا الزوار، نوزع على الزوار، وهاي نخدم الزوار، زوار المحتاج عندنا تشادر للرجال، تشادر للنساء، مبيت هماتين الحمد لله والشكر. حلويات شنو يعني انواع الحلويات لو سووا مختصين بكشي؟ لا حلويات شتري زلابيه، برمه، زنود السيت، بقلاوه همات ان شاء الله نشتغل باكر، بسبوسه هماتين الحمد لله والشكر. صليت على نبيك حبيبي يا رب، بخدمتك حبيبي، والخدمه مستمره ويا الشباب هماتين خدمه الحمد لله والشكر حبيب قلبي، بخدمتك يا اهلا وسهلا.